على أرض مدينة العريش ربما بتنطلق فعاليات بطولة من أهم البطولات الخاصة في مصر، وهي بطولة سباق الهجن. الهجن لمن لا يعلم هي سباقات خاصة بالجمال ربما ليها عادة بدوية معينة، وهذا العام ربما بتأتي ضمن احتفالات العيد القومي لمحافظة شمال سيناء. هذه الاحتفالات ربما بيتم تنظيمها على مضمار نادي سباقات الهجن تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء. طبعا أيضا هناك تجهيزات واستعدادات تمت على أعلى مستوى، وخصوصا مع الاستقرار الكبير اللي شهدته هذه المحافظة محافظة شمال سيناء، واللي أهلها بعد استقرار الأمن فيها إن هي تنظم بطولة مثل هذه البطولة، ويتم دعوة عدد كبير من الناس من خارج هذه المحافظة. تعالوا نشوف التقرير. على مدار يومين تستضيف محافظة شمال سيناء سباق الهجن الذي يتم تنظيمه ضمن فعاليات الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة بمضمار الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، وذلك بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والثقافة ومجلس القبائل والعائلات المصرية، وحيث تشتهر مدن سيناء بفعاليات سباق الهجن وتحديداً العريش. استعدادات مكثفة تم مراجعتها من جانب محافظة شمال سيناء لانطلاق المهرجان بمشاركة هجانة من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، مع تنظيم الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق. كذلك تم تنفيذ تجهيزات ورفع كفاءة مضمار الهجن والمبنى الإداري والمنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار والبوابة الرئيسية وواجهة النادي وصيانة الطريق المؤدي للنادي، مع إنارة أعمدة الكهرباء بطول الطريق ورفع كفاءة الإنارة الداخلية وتوفير مولد كهرباء احتياطي وسيارة مياه بصفة دائمة، مع توفير بانرات إعلانية عن السباق بطول طريق العريش القنطرة شرق. أهداف عديدة تستهدفها المحافظة والقائمون على إقامة تنظيم سباق الهجن، أبرزها مساعدة أصحاب الإبل على تحقيق مكاسب اقتصادية، سواء من خلال الفوز بجوائز أو من خلال شراء وبيع المنتجات خلال الأحداث على هامش السباقات. كما أن الرسالة الأهم التي تهدف الدولة إلى إرسالها عبر سباق الهجن في العريش هي إظهار عودة الأوضاع في شمال سيناء إلى طبيعتها بعد انتصار الجيش على التنظيمات الإرهابية. التسهيلات المتعددة ضمن أعمال تنظيم السباق أبرزها تخصيص عدد من الأتوبيسات من المحافظة بالمجان لنقل الجماهير والمواطنين من مختلف مدن ومراكز المحافظة، خاصة وسط سيناء ومدينة بئر العبد وميادين مدينة العريش إلى مضمار نادي الهجن، مع توفير نقطة طبية مزودة بطبيب وطاقم تمريض وسيارة إسعاف بصفة دائمة. أيضاً تطبيق الإجراءات البيطرية لمنع انتقال عدوى الحيوانات إلى محافظة شمال سيناء ومسح بيطري للجمال المشاركة في السباق التنشيطي.